وزارة الأوقاف تعتمد خطبة موحدة، هذه المرة عن مكانة المرأة في الإسلام. دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السادة مندوبو الشؤون الإسلامية إلى اعتماد خطبة موحدة الجمعة القادمة في موضوع مكانة المرأة في الإسلام. وجاء في نص مذكرة وزير الأوقاف أحمد التوفيق سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله: يشرفني أن أوافيكم رفقته بنص الخطبة الموحدة حول مكانة المرأة في الإسلام يوم الجمعة 11 مارس 2022، طالبا منكم تبليغها عاجلا إلى جميع خطباء المساجد حتى هم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها. يتعين على السادة المندوبين الجهويين التأكد من توصل جميع السادة المندوبين بهذه المذكرة أو بنص الخطبة والسلام.